السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على نقطة أخرى، يعني نقطة في المنتخب الوطني، وخاصة هذا المدرب اللي سوف لن نراه إلا في تربص في نوفمبر. غادي يشوفوا الى نوفمبر ونقعدوا نسمعوا في الدعايات من عند مؤمن، من عند العاهرات تاع اليوتيوب، فلان راه جاي، فلان مولي، فلان سي بون، فلان منا، فلان منا. ومن بعد كي يجي يدير ندوه صحفيه، هذا الخطره قال لكم شوينغوم، هذا الخطره في نوفمبر غادي يجي يقول لكم كلام واحد اخر. فهذيك نفسه بها جواري ماركي بونت يقول لكم انا باباها، انك ما صاو لا باباها، ومصطلح تاع باباها، ومشي باباها، ونسيبها، وخوها، منا منا، راكم عارفين مصطلحات كثير. صوب باين. نقطة أخرى يجب الإشارة إليها من أجل معاينة واستكشاف لاعبين والوقوف على مستواه، يجب العيش في بلد الذي تشرف على تدريبه أو على أقل تقدير، يعني والذهاب إلى الملاعب وين في أوروبا أين يلعب اللاعبين من أجل الوقوف على مستواهم الحقيقي، ماشي بالفيديو صاحبي، ماشي بالأرقام. تقول لك فلان مركبون تروح تشوف فيه ملخص وتقول له يا راك في ليكيب ناسيونال. أنا يا عودة ديلور نشكر الشعب الجزائري اللي يحب المنتخب الوطني، عودة كي يسموه بن طالب نشكر الشعب الذي أعاد بن طالب للمنتخب الوطني الجزائري، وين منذ مدة وحنا نتكلموا عليه، يعني نتكلموا عليه بن طالب بن طالب بن طالب يا صاحبي بن طالب يا صاحبي بن طالب، رغم أن عودة بن طالب كانت متأخرة. بن طالب اللي كنا نشوفوا فيه يعني على الأقل نورمال مو كنت جبته في الكأس إفريقيا، لكن للأسف مدرب يعني كان قلبه الغرور، كان قلبه الغرور، كان يشوف بلي بالدبكة يروح لكوب دي موند. هذه هي وابسط مثل، كون عاودوا نولوا الناس كيفاش خدمت، وين ابسط المثل على ما اقول. ففي فترة فايد والتي اعاد فيها بناء المنتخب من نقطة الصفر، كان دائما يعني متواجد بالجزائر، ودائما متواجد بالملاعب الوطنية لمعاينة لاعبين قادرين على تمثيل الخوض. ففي تلك الفترة المرحلة تم اكتشاف العديد من الأسماء والتي صنعت أمجاد المنتخب إلى يومنا هذا، في صورة إسلام سليماني، هلال سوداني، سعيد بلكالير، جابو، يعني كاين واحد اللاعبين وين لعبوا وين أمام ألمانيا، وين لعبنا بخمس لاعبين محليين من خريج مدرسة المحلية هذه هي. لكن وإلى آخره، وين شاهدنا يعني هذا المدرب وين جاء وين دار اللعابة اللي راهن عليهم ما همش في أحسن أحوالهم. يا سي المدرب، يا سي المدرب باش يكون على بالك. ففي يومنا هذا أصبح المدرب الوطني يلتحق بالتربص ساعات قليلة فقط قبل لاعبيه، فكيف ستتم عملية معاينة والتشبيب؟ كيف سنضخ دماء جديدة؟ وصبحنا دائما التواجد، يعني ونقولوا باللي المدرب ودائما متواجد في قطر. حنا كنا نقولوا كيما هكا، هذه الامور هذه محطوطه في العقد تاعو، يقعد 25 يوم هنا في الجزائر. لكن شكون اللي يقول للسلطان اقلع طاشه من وجهك؟ شكون اللي يقول للسلطان اقلع طاشه من اي كاينه طاشه في وجهك؟ شكون اللي يقول؟ شكون اللي يتجرأ ويقول للسلطان اقلع طاسة راهي في وجهك؟ هذه هي. صحيح دورنا متعفن، لكن يجب ان لا ننسى انه دائما ما اخرجنا لاعبين تركوا اسما من ذهب في تاريخ الخضر. بلومي، ماجر، مناد، تصفاوت، عصاد، حلي، سليماني، بليلي، سوداني، جابو، العديد من الاسماء.
وانت تستحق استدعاء والتجريب والديات في وديات، وان يعني وانك يعني نقولوا باللي كاين لاعبين كيما ذاك قندوسي، كاين العوف العوفي كاين، لكن اسلام بالخير، اسلام بالخير يعني عز الدين بالعيد، كاين لاعبين، كاين لاعبين حراوي راه ما ننساوش باللي بوكرا فانيك ما نهزمش مع نيجيريا مع الفريق تاعهم هذا. وديروا حسابكم نيجيريا كي جات لعبت لنا بامس وغبنتنا ودارت لنا صعوبات، لولا الحاكم، لولا الحاكم انا اردت المدرب ان ينتقد التحكيم في افريقيا كذلك، وان اردنا الحاكم يعني وكنا متمنيين المدرب يهدر على التحكيم بان التحكيم أسوأ، يعني كان أسوأ بالامس، التحكيم كان أسوأ، انا تمنيت مدرب يقولنا التحكيم كان أسوأ. لماذا؟ يعني انقذ المنتخب الوطني من كارثه حقيقيه، هدف يعني شرعي، خاطش على زكريني هذاك مسكين ردوه خائن البارح، زكريني قال لهم باللي بنت فالاب، يا بنت فالاب هذاك انتم كي راكم تشوفوا فيه بنت فالاب، زكريني وين خطره، وين ولا مسكين في طوع الناس كبير ولادو وكلش، وين ولاو يعايروا فيه، وين قال لك نهار اللي قال لهم باللي لاما تاع سليماني والهدف غير شرعي تاع سليماني عايروه ذيك الليله، الغدوه ان شاء الله قال لهم اودي بونت، قال لهم فالاب كما صاو زكريني يخرج بي، انا عجبني الساسي يودي. الساسي تاع قسنطينه، مي قالوا له لاربيت قاسما، قال لهم كلا قاسما لا والو، هو اربيت روسيا اربيت ساسي تاع قسنطينه، قالوا له لاربيت، قال لهم كلا لاربيت لا والو، قال لهم لاربيت كان عند جيتيتوش، قال لهم المدرب، قال لهم لاربيت لعب ليش، قال ما نكذبوش على روحنا، ديريكت بكاس عاقه، هذو هما الناس اللي تخدم، ما كاش عايره ولا ما تعايروش بصح الحقيقه، هو قال الحقيقه صافي مع ربي، وين راهم جماعه تاع 100% غادي تعاود ها راه وين راه تعاود الماتش، او هدروا الصح وصايك، مين هربت لكم والماتش منها لعبتوها تعايروا في بالشيخ. حتى واحد يعاير في رفيق واحد، واحد يعاير في رضا عباس، واحد اصلاطني يا رد على رضا عباس، ما كان لا يا رد لا والو، قاعدين تكذبوا كي الحمير وصايك، قولوا الصح، مدرب يقلع يكمل تربص يقلع مع اللاعبين، مدرب يجيب سوايع قبل اللاعبين، وين راهي خدمه؟ شوف وين راه بوكره مع المنتخب اللي انت يا غبنك، اللي انت غبنك بوكرا عاود رجع في النتيجه كان خاسر ورجع ودار دودو، خاطش انت يا لو كان هذه نيجيريا مركا دوزيام بيت غادي تلعب تحت تغاشيت، قال لونترينر تغاشيت داو سبيطار الله غالب خسرنا، انا نقول لك اقعدوا دبروا لو فانك في نوفوم كاش ايكيب في المتناول، منتخب في المتناول، منتخب باش نركزوا عليه باش نقعدوا في النفق المظلم، وقعدوا تبعوا في انا شوف انا ذا المدرب نقعد ننتقد فيه في المنصب تاعو، خاطش ما راشي يقوم بالعمل تاعو على اتم الكلمه، ناس راكم تشوفوا باللي الاداء تاعنا، خاطش الناس تقول لك اداء والنتيجه تاعو للمدرب الذي فعل تغيير في المستوى، يا ودي بكا لا تغيير في المستوى لا والو، كلش باين باين شكون اللي غادي يخرج وباين شكون اللي غادي يدخل، كي تشوف لي روبلاصو تاع علاه قعدتو تقارعوا المريزق غادي يدخل، نتوما قعدتو تقارعوا المريزق غادي يدخل، ما قعدتوش تقارعوا المريزق غادي يدخل، شكون اللي كان يقارع المريزق بالنو دخل ودار، ما كاش مريزق قال لكم مازال مريزق الى اللقاء، مريزق تصور دار التصاور تاعو دار لي سوفونير مع المنتخب الوطني وصايك، هذا مريزق غادي تزيدوا تشوفوه، شعال غادي تزيدوا تشوفوه صايك، زرقان بالك وغادي ما يكونش، بندبكه وما غاديش يكون، بوداوي ما غاديش يكون، كاي واحد اللاعبي غادي ما يكونوش صايك، باش يكون على بالكم الناس باش ما كانش يجي يكذب عليكم، وهذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه، بلا ما تنساو اعطونا الشاب
كومونتير وفانيك ما تنساوش بارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا باش دائما نكونوا معكم بالحقائق. صحيتو.